أستاذ أمين، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. دعنا قبل أن نبدأ بالمقابلة ننتقل مع مشاهدينا الكرام إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت للوقوف على آخر التطورات هناك. تنضم إلينا من جديد مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، صباح الخير من جديد، ما هي التطورات لديك صباح هذا اليوم ونحن بتنا عند 9:02 بالتوقيت المحلي ببيروت؟ صباح الخير ليال لك ولضيفك. بطبيعة الحال كما ذكرت، سقوط الضحية علاء بوفخر تخيم على هذا الحدث، يخيم على كل ما عداه اليوم هنا في بيروت. الطرقات منذ ليل أمس إثر خطاب رئيس الجمهورية مقفلة بالكامل، حتى الطرقات الفرعية في عدد من المناطق مقفلة، وبالتالي الوصول إلى العاصمة اللبنانية شبه مستحيل. هناك بعض الطرقات المفتوحة ولكن مجمل الطرقات إما مقفلة بالسواتر الترابية أو بالمستوعبات النفايات أو بالإطارات المشتعلة في منطقة علي بالتحديد، كل الطرقات مقفلة. كذلك مدخل بيروت الشمالي مقفل بالكامل. دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي اليوم للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية هو العنوان الأبرز للحراك اليوم، وهو ما دفع قوات الجيش اللبناني إلى انتشار مكثف في محيط القصر الرئاسي الذي بات يشبه الثكنة العسكرية، منعا لوصول المحتجين وتحسبا لأي طارئ، خصوصا في ظل لقاء سينعقد اليوم بين رئيس الجمهورية والموفد الفرنسي. هذا اللقاء أيضا سيجمع في مكان آخر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري والموفد الفرنسي رئيس البرلمان. أيضا سيلتقي الموفد الفرنسي الذي سيكون له لقاء أيضا مع حزب الله. لم تحدد الشخصية التي سيلتقيها الموفد الفرنسي من قبل حزب الله، ولكن المؤكد أن هذا اللقاء يحصل، وهو الموعد الذي كان برعاية رئيس الجمهورية ميشيل عون للبحث في المبادرة الفرنسية التي يحملها الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. حتى هذه الساعة في الساحات هنا رياض الصلح وساحة الشهداء ليس هناك من معتصمين، المعتصمون يتوزعون على مختلف الطرق اللبنانية المقطوعة، وكما ذكرت دعوات لاعتصام حاشد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، وسط إقفال تام للمدارس والجامعات ومختلف المؤسسات، واستمرار الإضراب بطبيعة الحال في مختلف المصارف اللبنانية. هذا هو المشهد باختصار اليوم في هذه الساعة تحديدا ليال من وسط العاصمة اللبنانية بيروت. جويس الحاج خوري مراسلتنا في العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة. ستكون لنا وقفات متتالية بإطار تغطيتنا لتطورات الوضع بلبنان. شكرا جويس. مشاهدينا نعود إلى استديوهاتنا هنا. أستاذ أمين قموري، الدعوات انتقلت من رحيل الطبقة السياسية إلى رحيل الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد مقابلة إعلامية ليلة أمس بدأ الخطاب فيها تصعيدي سرعان ما أسفرت عن سقوط قتيل بخلدة برصاص الجيش اللبناني. التحرك احتجاجي كان ضد مقابلة الرئيس اللبناني، تدخل الجيش لفتح الطريق سرعان ما سقط قتيل برصاص عنصر من الجيش اللبناني سلم نفسه صباح هذا اليوم. ما كيف ستكون تداعيات هذه الحادثة اليوم على لبنان وعلى الحراك الشعبي؟ السؤال في موضوعين مهمين جدا، الاحتجاجات ضد رئيس الجمهورية وماذا تعني، وسقوط أول ضحية في الحراك بشكل مباشر، وهذه الضحية هي كذلك الأمر عضو فاعل في الحزب التقدمي الاشتراكي والجاني عنصر في الجيش اللبناني، وبالتالي يعني هناك للمرة الأولى دخل عام جديد يعني يؤشر إلى احتمال شيء أمني. بطبيعة الحال من جهة الحزب التقدمي الاشتراكي يعني بشكل واضح أظهر أنه هو شريك فاعل وموجود على الأرض، وبالتالي هذا التدخل الواضح لحزب التقدم الاشتراكي اللي اتبعوا بيان بقول دور الإشارة أنه وليد جملاط توجه مباشرة إلى المستشفى، وكذلك الأمر يعني صار بشكل واضح دخول قوة سياسية في الحراك، يعني كان هناك إشارات إلى أن قوة سياسية تحاول أخذ الحراك إلى أهدافها الخاصة، الحزب التقدم الاشتراكي، القوات اللبنانية، التيار المستقبل. يعني هذه الحادثة أكدت بشكل واضح أن هذه القوى السياسية هي أيضا فاعلة في هذا الموضوع. الجيش اللبناني من جهته كذلك الأمر، هل هناك قرار يعني بدأ يظهر
بأنه هذا الحراك في الشارع يجب أن يتوقف، أو أنه نحن كنا شايفين كل الوقت الجيش اللبناني وقف موقف الحياد، يعني مدافع بشكل أو بآخر عن الناس وحقها بالتظاهر. هل هي مؤشر إلى أن الجيش سيتصرف بطريقة ما؟ يعني اليوم نحن أمام مفصل. الموضوع الثاني اللي ما بقل عنه أهمية، كل الحراك كان واقف عند حدود إسقاط الحكومة. طبعا عندما تتجاوز إسقاط الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، معنى ذلك أننا ذهبنا في طريق غير دستوري، لأنه لا يستطيع الناس في الشارع بحسب الدستور اللبناني إسقاط رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لا يسقط إلا بحالة الخيانة العظمى أو لسبب صحي واضح ومؤكد. فبالتالي عندما نسقط نظام، عندما نطالب بإسقاط رئيسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية، كأننا نقول انقلاب على هذا النظام بطرق غير دستورية، وهذا يبرر الانقلاب والانقلاب المضاد. فبالتالي لا أعتقد أن لدى الحراك الحقيقي رغبة بتجاوز الدستور، رغبة بالوصول إلى هذا الحد. لكن التدخل بهذه الطريقة، وخصوصا في بعض الأوقات، يعني الكلام السياسي إذا لم يكن مرافقا بإجراءات فعلية ترضي المتظاهرين فالأفضل أن لا يقال، وخصوصا أنه بعض القوى السياسية تحاول أن تركب موجات الحراك. فللمرة الأولى عم نشوف الحراك ذهب باتجاه كان أفضل أن نذهب إليه، يعني كان أفضل أن تأتي هذه السلطة وأن تستمع إلى الناس وأن تقوم بالمهمة المطلوبة منها، وهي الأخيرة المطلوبة منها، بأن تذهب إلى حكومة انتقالية مقبولة من كل. استاذ، لنوصل للواقعة التي عرضتموها اليوم، مقابلة الرئيس اللبناني الإعلامية، هل كانت واقعية أم تصعيدية؟ ماذا يمكن أن نقول صباح هذا اليوم بعد مرور أكثر من 4 ساعات؟ في حراك في الشارع، للأسف كل القوى السياسية المعنية بهذا الوضع لا تدرك حقيقة أبعاده. يعني نحن في حالة تفاعل موجودة بالشارع، في دينامية فظيعة موجودة بالشارع، في إصرار لبناني لم يسبق له مثيل، وفي إجماع وطني على أنه الحالة التي كنا فيها يفترض أن تتغير. كل الطبقة السياسية تتعامل مع هذا الحراك العميق جدا، اللي هو أشبه بثورة على كل هذا النظام الطائفي، على كل هذه الطبقة السياسية، بأنه مجرد حادث لا يلبث أن ينطفئ. مش يعني صار مطلوب صدمة إيجابية تعادل ما حدث في الشارع. الطبقة السياسية بدلا من أن تجتمع لتنفذ هذه الصدمة السياسية الإيجابية، راحت تتلهى بخلافاتها السياسية الضيقة ما بين ما يسمى حكومة تكنوقراط وحكومة تكنوسياسية وما إلى آخره من الكلام الفارغ المأل وطعمي. فللأسف هذه الطبقة السياسية لم تقدم شيء، وأنا أحذر من أنه الاستمرار بهذه الطريقة ستأخذ الشارع إلى انفجار لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين يمكن أن تصل عقبه. فالمطلوب واحد، يعني كثير العمين حكى، المطلوب واحد، كان على الجميع أن يعلنوا بالصوت بالفم الملآن هذه حكومة الإنقاذ، هذه مطالب الحراك يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وكلهم عم يطالبوا فيها. فاليوم إذا ما عندك شيء تقوله للناس أفضل من أنك ما أستاذ أمين، لنفند ما جاء بمقابلة الرئيس اللبناني الإعلامية يوم أمس، هل يجوز أن نقول أين أخطأ الرئيس اللبناني؟ تحدث عن الحريري كأنه وضع الكرة اليوم بتعطيل الاستشارات النيابية على رئيس الحكومة المستقيل، قال أنه متردد، قال أنه جبران باسيل ظهر الرئيس اللبناني وزعيم أكبر كتلة نيابية اليوم بالبرلمان، لا يحق لأحد أن يمنعه من دخول حكومة جديدة إن أراد هو أو لم يرد، وضع الكرة عند باسيل اليوم بدخول حكومة تكنوقراط أو سياسية بحتة كما يراد لها أن تكون بالمرحلة المقبلة. أنا أتوقع عن أمر واحد، يعني أولا صحيح هذا رئيس الجمهورية في مكانته هو رمز اللبنانيين يفترض أن يكون خارج الأحداث، لكن هذا الفريق الذي يمثل في السياسة هذا ليس عابر طريق. نحن نتحدث عن قوة سياسية لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، لديها مع حلفائها غالبية، فإذا هذه الغالبية النيابية، هذه الحكومة المدعومة بغالبية نيابية لم تستطع أن تحقق الحد الأدنى، فمعنى ذلك أن عليها أن ترحل ولتفتح في الطريق أمام حكومة مغيرة. إذا أنت ما عم تقدر تدبر شؤون الناس وعندك كل هذه القدرات، شو فينا ننتظر منك إلا أنك تقول هذا التبرير. طب ما هي الرسالة التي أرادها الرئيس اللبناني ميشيل عون بمقابلته يوم أمس للحراك وللطبقة السياسية وللفريق السياسي الحاكم بلبنان؟ الوعد وجاء في غير مكانه، لذلك كنت أقول أهم شيء
إذا ما عندك شيء تعطيه للناس ما تقدر. يعني تعتقدون اليوم أنه لم يعطي شيء يوم أمس الرئيس؟ طبعا في كلام كتير، وأنا بس برسالته الأولى، بالرسالة الأولى اللي سبقت هذا كان بالمعطيات، يعني قابلت في بعض الأحيان بعض الكلام اللي قاله تجاوز مطالب الحراك، كان تحدث للمرة الأولى عن قانون الأحوال الشخصية، تحدث، لكن الكلام شيء وتنفيذ الكلام شيء آخر. مطلب الشارع واضح، يريد أن يلمس شيء على أرض الواقع. فاليوم خلافاتكم السياسية يجب أن يعني ما دخلنا بخلافاتكم السياسية. هل برز الخلاف إلى العنى بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري؟ خلاف واضح أن هناك خلاف، يعني من كلام رئيس الحكومة المستقيل وكأنه هو غير معني بالذي حصل، وهو أيضا شريك ومسؤول عن كل ما حصل، إجا عم يتبرر من كل شيء واعتبر أنه هو الطرف الآخر هو المسؤول. لا، اليوم أنت كمان يفترض أن تحاسب. كلامه كلامه كمان لا رئيس الحكومة، أنه أنا عشو مصر، أنا عم أقول بدي حكومة تكنوقراط. شو يعني حكومة تكنوقراط؟ حكومة تكنوقراط يعني بدي ألغي كل النتائج السياسية وبدي ألغي كل القوى السياسية. هنا رد عليها رئيس لبنان قال أننا نعيش على القمر، هذا واقع لبنان اليوم في أغلبية بالبرلمان كتل سياسية ممثلة. حتى الشارع ليس هذا مطلب الشارع. بعض الشارع اللي هو حزبي إلى حد ما هو يريد هذا الموضوع لإحراج قوة سياسية. يعني اليوم واضح شو الهدف من كلمة التكنوقراط. في فريق سياسي بالبلد وتحديدا حزب الله يجب أن يخرج من المعادلة الحكومية تبعا لأهواء خارجية. حتى هذا غير مقبول. استاذ، بالتوقيت الزمني تزامنت المقابلة الإعلامية مع وصول الموفد الفرنسي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، هل أريد ذلك؟ يعني اليوم الموفد الفرنسي يحمل صيغة لكي يتجاوز لبنان الأزمة التي يعيش بها، يحمل حكومة تمني. ستة أشهر ويضع ضمانات لحزب الله أن لا شيء تمني. يمكن أن يساق ضد الحزب كتمكين سياسي. معنيين اليوم معنيين بالاستقرار، لأنه أكثر ناس بهم الاستقرار لأسباب ليس لها علاقة بلبنان، لأسباب لها علاقة اللجوء السوري، وإلى خير يعني. وآخر موقع بعده لحد اليوم بهذه المنطقة هو لها نفوذ كبير فيه في فرنسا والأوروبيين، فبالتالي سيريدون الحفاظ على الاستقرار فيه، وبيعرفوا تماما أنه الاستقرار لا يكون بإلغاء طرف يمثل ثلث الشعب اللبناني. يعني الموضوع بشكل أساسي وبشكل واضح هو حزب الله، يعني لا يمكن أحد أن يخرج من هذه القصة. لكن حتى الفرنسي ما إجا حامل حل، الفرنسي جاي بده يستطلع ويجد النبض في محاولة ل استاذ امين كلمة صغيرة بالنهاية. عندما خاطب الحراك يعني قيل وفسر الكثير عن الكلمة التي استخدمها الرئيس اللبناني، دعاهم الى الهجرة من لا يريد هذا الواقع اللبناني. خانوا التعبير، خانوا التعبير يعني، الا اذا كان يعني واضح انه خانوا التعبير. يعني ما بعتقد في حدا مسؤول بيقول له لشعبه اذا مش عاجبك هاجر، ما بعتقد. فبتمنى أن تكون هيك، ما بتمنى أن تكون شيء آخر. أستاذ أمين، ما هي توقعاتكم للساعات المقبلة؟ يعني إذا ما في حكومة وبشكل قريب جدا، يعني هو بشر خيرا، الاستشارات يمكن أن تبدأ يوم غد. إذا لم تصدر هذه الحكومة، طبعا مش الحكومة فقط، هناك إجراءات، هناك يعني رفع السري، يعني حجز احتياطي على أموال الفاسدين وكلياتنا بنعرفهم، واتخاذ إجراءات قضائية بالمحاسبة. إذا لم يكن هذا الموضوع مرافق لأي حكومة، أعتقد أننا سنبقى في مكاننا. يعني على أمل أن نرى ذلك بالساعات والأيام المقبلة. أستاذ أمين قموري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم على